إلى كواليس الزواج الجماعي في جدة والذي أقيم ضمن الكرنفال السنوي لمساعدة الشباب على الزواج في نسخته 22، والذي أيضا أقيم برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي. الزميل صبري باشسير كان هناك ونقل لنا الصورة. نحن قديما كنا نشترط أن تكون هذه ليلة فرح العرسان، وهذه وجدناها صعبة على العرسان، يعني صعب أنهم يكون نفس ليلتهم وكذا، لأنه تعرف يعني العادات والتقاليد والأمور هذه. فتغيرت فكرة الفرح ككل. نحن الآن فكرتنا أن نفرح بكل عرسان جدة، كل عرسان جدة الذين تزوجوا في هذا العام لهم أن يشاركوا معنا في هذه الليلة ويفرحوا معنا بغض النظر عن أي شيء آخر، سواء كانت ليلة الليلة أو حتى بعد شهر ولا قبل شهرين، المهم أنه في هذا العام. ولذلك نحن الآن في عام 23، فنقول هذا فرح جدة لعام 23. كل الشباب اللي حيتزوجوا من بداية العام وإلى نهاية العام لهم أن يشاركوا معنا. إيش الظروف والوضع اللي خلاك الآن تتزوج؟ يعني هو حق ما نقول شيء فيه، لكن احنا نبغى نفهم الشباب. والله الظروف عائلية، طبعا مشاكل أسرية كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهذا دفعني إلى طلب الزواج الثاني. طبعا طلبت منها أن يتزوج الزواج الثاني ورفضت، فحصل بيننا طبعا سوء تفاهم وطلاق، ومن بعدها الحمد لله تزوجت ولله الحمد والمنة. من يوم طلقت اليوم كم مر عليه؟ والله مر عليه تقريبا سنة. سنة هي. لكن الزواج دوبها الليلة عاد. والله بيني من نفسي كذا جلست مع نفسي فترة، قلت يعني حسيت عمري راح أنا طالع رايح جاي، يعني ما حسيت عندي يعني حياة صح، فقررت اني اتزوج. فالحمد لله يعني اشتغلت، جمعت من هنا، اخذت قرض، ضبطت اموري، والوالد كان ما قصر طول بعمره ساعدني، والحمد لله يعني مشت الامور ومشت الحياه. والله شوف بصراحه بالنسبه لي انا ما امن بزواج الحب صراحه، زواج تقليدي، والحمد لله الوالده ما شاء الله ما قصرت، يعني بحثنا وشفنا ولقينا ناس طيبه، والحمد لله يعني مرتاحه. أنا اللي ضغطت على نفسي، حبيت إنه أنا أتزوج وأستقر كذا في حياة زوجية، رغبت في الزواج بحيث إنه الواحد خلاص يعني روح أو جاية وعملية، بعدين كذا رغبت الزواج عشان أستقر. يعني أمانة يعني أي واحد يعني أيده للزواج، يعني بصراحة يعني أيده للزواج جدا، فأتمنى الكل يتزوج، الله يوفق الجميع وييسر الحال. كانت لي رغبة بس إنه ما كانت أمور المادية متسهلة، والوالد والوالدة كانوا يعني عارفين الوضع، يعني أصروا إنه نبدأ في خطوة ونختار العروسة، والحمد لله تسهلت أمور، اخترنا العروسة وتسهلت الأمور كلها الحمد لله. من بعدها أمور المهر ما كنت يعني مرتب وضعي للمصاريف المادية يعني بشكل عام، فالحمد لله تسهلت الأمور وتمت الملكة، والحمد لله في الفترة هذه قاعد أجهز الشقة. مكملين معاكم مشاهدينا، وبعد الفاصل، هبة إسماعيل ولدت في عائلة تتذوق الفن وتحولت إلى شغوفة بالمدرسة التكعيبية.